مشاهدينا، صادف يوم 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في وقت تمر في بلادنا بواقع مرير جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي لم تخلو من بطشها وجرائمها حتى النساء، حيث تعرضت مئات النساء بل الآلاف إن صح التعبير في مختلف المناطق لانتهاكات كثيرة تنوعت بين القتل والاعتداء والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وكذلك التعذيب والأذى النفسي. مجموعة من المنظمات اليمنية المهتمة بشؤون المرأة احتفت بهذه المناسبة، ويسعدنا أن تنضم معنا الآن عبر سكايبي الأستاذة نبيلة الحكيمي رئيسة شبكة إعلام للسلام والأمن. السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بالخير. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا ولشعبنا اليمني السلام والأمان بإذن الله. أهلا وسهلا بك أستاذة نبيلة. لو نتعرف بداية، قبل أن نتعرف على الحملة، نتعرف على مفهوم العنف بالذات تحديدا وأشكاله المختلفة حتى يتعرف المشاهد الكريم على ماذا نقصد بالعنف تحديدا. طبعا بالنسبة للعنف بالمعنى الشامل له هو أي فعل عنيف أو امتناع قائم على أساس الجنس ضد النساء، يعني لأنها امرأة فلا بد أن نستضعفها أو نظلمها أو يعني نعنفها. العنف بالنسبة للقانون اليمني لا يوجد له تعريف بالنسبة للنساء، وإنما بشكل عام للرجل والمرأة، لكن نحن في شبكة فوز للمستقلات عام 2014 قبل الانقلاب حاولنا من ضمن الشبكة أن نجمع تعريفات للقانون اليمني وأيضا نصطاد بعض القوانين أو مخالب للقانون حتى نخرج بمسودة قانون من أجل مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. نعم. العنف قد يكون أنواع كثيرة، عنف جسدي، عنف لفظي ممكن، عنف نفسي، عنف اقتصادي، وعنف قانوني، وأيضا العنف في الإقصاء والحريات. في هناك أيضا في العمل قوانين العمل لا يوجد فيها هناك قوانين لحماية النساء وحماية المرأة. نحن حاولنا أن نجمع العنف بشكله الواسع، وحاولنا أن نجعل هناك مشروع لمسودة قانون في حينها، ولكن بسبب الانقلاب وبسبب ما حصل لليمن بدأنا يعني نقفل أبواب منظماتنا وخرجنا من صنعاء بالتالي. نعم. ولكننا الآن نستعيد ذلك علنا نجد وطن وعلى الأيام القادمة تكون خير. نعم. سنجد هذا الوطن. أستاذة نبيلة، بهذا المفهوم الذي تحدثت والذي أشرت إليه، حقيقة المرأة اليمنية بكافة مناطق الجمهورية اليمنية بكافة مناطق بلادنا ممكن أن نقول أنها واقعة تحت عنف. أكيد. يعني نحن الآن النساء في اليمن. نعم. ليست فقط نساء يعني من طبقة معينة أو من فئة معينة أو من مكان معين، محافظات اليمن 21 محافظة يمنية. نعم. فيها المرأة المتعلمة وفيها المرأة الوسطية في التعليم وفيها العاملة وفيها ربة البيت وفيها أيضا المرأة الفلاحة أو المرأة التي تعيش تحت ظل رجل، نستطيع نقول تحت ظل رجال، سواء كانت زوجة أو كانت ابنة أو كانت أخت أو كانت بنت. هذه المرأة بشكل عام يجب أن يكون لها حماية، ويجب أن يعني نمتثل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أهانهن إلا كريم. نعم. وما أهانهن إلا لئيم. نعم. أي نعم. ولذلك نجد أنه واجبنا أيضا كقانونيين وكحقوقيين أن نقف مع تلك المرأة، ويعني لا أن الآن طبعا نعتبر 25 نوفمبر في هذا كل عام يكون احتفال، هذا الاحتفال عالميا ودوليا من الأمم المتحدة صار، لكن نحن كمسلمين أيضا يجب أن نكرم تلك المرأة وأن نعطيها حقها. بالتأكيد. لأنه إذا يعطيها حقها الإسلام فمن سيعطيها غيرها. نعم. طيب أنتم لديكم حملة 16 يوم، ما الهدف من هذه الحملة؟ لماذا 16 يوم وما المأمول من هذه الحملة؟ الحقيقة أنه الهدف من الحملة شيء، واعتبار 16 يوم ليس منا، هو من الأمم المتحدة.
يعني هذا دولي دوليا. دولي يبدأ من يوم 25 نوفمبر. نعم دوليا، وحتى 15 يوم يعني 16 يوم هذا دوليا يحتفل فيه في كل دول في العالم، سواء دول الإقليم أو الدول الدولية. نحن يعني استغلينا هذا التوقيت وهذا الوقت وقلنا نحن الآن في بلد أزمة، ونحن الآن أمام عوائق كثيرة، ونحن الآن أمام مفرزات للحرب الكبيرة جدا في اليمن، وكثير من النساء هن اللاتي يظلمن ويعنفن في تلك الحرب، بل أنه ليس اضطهادا فقط، وإنما المرأة في ظل وجود الحرب هي أكثر من عانت وأكثر من تحملت وأكثر من الآن يصيبها الحرب عنفا واضطهادا وأيضا مسؤوليات. نعم. طيب دعني سيدة نبيلة، لعلك شاهدت تلك الصورة التي ظهرت فيها تلك المرأة وهي تخضب وجهها بدماء زوجها الذي قتله، وهو نعم. شيخ قبلي قتله أحد مشرفي ميليشيا الحوثي، كيف تعلقين على هذه الصورة بالذات؟ نعم يعني تلك صورة مؤلمة جدا، صورة لامرأة مضحية أحبت بيتها وزوجها ووطنها وأرضها ومحافظتها، وتجد أن زوجها أمام عينيها يقتل ويغتال، ما وجدت حيلة، وتسال دمه يعني بشكل بارد في الشارع. نعم، فما وجدت إلا دماؤه حتى يعني كأنه هذا هو الشيء الوحيد، أن تقول أنا هنا أغضب، كيف تغضب ولا يوجد من ينصفها؟ والمصيبة الأكبر أن سيارات أمامها ممتلئة بمن يعتبرون أنفسهم أبطال حاملي السلاح، مدججين بالسلاح. نعم يعني مؤسف، منظر مؤسف جدا، وامرأة في الأرض لم تجد إلا الدماء. على العموم نحن استغلينا هذا الوقت وقمنا بشيء مغاير. عامة كل عام بيكون هناك فعاليات معينة للنساء، وهذا العام بسبب كورونا الصوت يتقطع، ولكنها الزوم، ونحن رجل شبكة إعلام للسلام، فقلنا نحن نريد أن نجد جمهورا يسمعنا، جمهور أكبر وأعمق. أعتقد أنه شاشات التلفزيون ومن قبل قنواتكم الإعلامية الأفضل يسمع صوتنا ويسمع أعمالنا، والمرأة معين، ويجد القانونيين أن يستمعوا إلينا، وأيضا حكومتنا المغيبة. نعم، لمن ماهر، لمن الرسالة؟ أستاذة نبيلة، أنت تعود إلى أرض الوطن. أستاذة نبيلة، سؤال أخير، لمن تريدين أن توجهوا رسالتكم أنتم كنساء وكمرأة، وما هي الرسالة أيضا التي تودون إيصالها للناس تحديدا؟ حقيقة نحن كتبنا اليوم، لو كنتم استعرضتم، في هناك رسالة نحن عملناها من كل نساء اليمن، كثير من الأخوات وقعوا على تلك الرسالة وأرسلتها لكم، وفيها مناداة كبيرة جدا، أولا لوقف الحرب والعودة للسلام، وثانيا يعني المرأة تنادي في هذا اليوم، هناك مشروع قانون ضد تعنيف النساء، ونحن كنا في كما قلت لكم في شبكة فوز للمستقلات اليمنيات، قد يعني أخرجنا قبل ذلك مشروع قانون يعني لمناهضة العنف ضد النساء، نتمنى أن يجد له طريق في مجلس النواب، أن يجد حكومتنا وزراءنا، وبإذن الله سيجد الطريق إن شاء الله تعالى. إذن الأستاذة نبيلة الحكيمي، رئيسة مؤسسة أو شبكة إعلام للسلام والأمن، شكرا جزيلا لك.